نحن من خان شيخون ونزحنا وجينا لهون وقعدنا بالمخيم ومطر وبرد وهواء وجانا تلج وخيمنا تعبت وانشقشقت. في 16 من شهر شواط في عام 2022 قمنا نحن مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية بالانتهاء من مشروع ترميم مخيم سيف الله في منطقة أرمناز. والحمد لله رب العالمين، تم الاستجابة من فريق الاستجابة السريعة لمؤسسة أورينت وتم استبدال معظم الخيم، ونشكر كافة من ساهم بهذا المشروع استبدال الخيام.